ولكن هي اشحه، وطبعا الاعلام
يعني يجري وراء الرجل الذي عدى الكلب وليس الكلب الذي عدى الرجل، لان الرجل الكلب الذي عدى الرجل ده حاجه طبيعيه، لكن لما الرجل يعد الكلب هو دوت الشاذ وهو ده اللي هيلفت اذهان الناس وهكذا. فكانت الفكره اللي كلكم طبعا سمعتوها في الاعلام والمنتديات وكل دوت، وهي محاوله تشويه هذه الفكره. ليه بقى محاوله تشويهها؟ لان قضيه الاخت كاميليا شحاته قضيه كاشفه وعاريه لكل هذه التحالفات القذره التي كانت قبل الثوره. هذه التحالفات تحالف الدوله مع الكنيسه وتسليمها للاخوات بل للاخوه. وطبعا قضيه اختنا كاميليا حدث فيها طفره نوعيه بعد الثوره. الموظفين مثلا ايضا شاهدوا الحمد لله ان الاخت جاءت وتحاول اشهار اسلامها وتم ارجاعها، وجاءت مره اخرى تحاول اشهار اسلامها وكان ضباط امن الدوله مستنيينها في المكتب واقتحموا المكتب وكانوا مستنيين ابو يحيى والاخت. فامبارح طبعا تم تداول هذه الاشاعات ليه؟ لكي يحاولوا ان هم يهدموا فكره او احياء او اعاده الاذهان الى قضيه خطيره جدا وهي تسليم الاخوات للكنيسه. وبناء على احنا لازم نكون عاوزين فعلا تكون هذه الوقفه تجسيد حقيقي لحضاريه المنهج اللي احنا بنعيشه في كل حاجه في حياتنا، الحضاريه والمثاليه والتفوق، ان احنا عايزين وقفه سلميه جدا، وقفه منظمه جدا، وقفه ما فيهاش اي خلاف ما بيننا، لان احنا كلنا اصلا ما فيش ما بيننا خلاف في هذه القضيه، بس القضايا كثيره جدا. فاحنا عاوزين يعني كل الناس دلوقتي منتظراكم، وكل الناس دلوقتي هتصور، وكل الناس دلوقتي يعني هتشوف اي خطا هنا او خطا هناك او عبث هنا او عبث هناك او ده. احنا عاوزين نوريهم ونوري للعالم كلهم انه الاخوه الاسلاميين هم اشد الناس حرصا على هذا البلد، اشد الناس حرصا على حقوق الانسان اللي هم بيدعوها، وانشاوا مجلس حقوق المراه ومجلس حقوق الانسان وهكذا. طب اليست كاميليا شحاته وفاءه قسطنطين مراه؟ اليست انسانه؟ فاحنا عاوزين نوريهم مدى الحضاريه اللي احنا بنعيشها، مدى التفوق اللي احنا فيه في التنظيم، والحمد لله في لجان هنعلن عنها في الان. فارجوكم يا اخوه ان احنا نلتزم باللي بيقرره الائتلاف واللجنه المنظمه والمتفرع عنها من لجنه الاعلام ولجنه الامن ولجنه النظام. طبعا احنا ان شاء الله تعالى هنبدا الوقفه الان، وفي لجنه ميدانيه هي اللي هتدير الوقفه متفرعه عن الائتلاف، في الاخ حسام اللي هو انا، اخ محمود، ابو الفولي، الاخ احمد الغريب، دكتور هشام كمان، والاخ وفي لجنه النظام هيرأسها الاخ مالك، حد يرفع ايده بس لو عشان يوري الناس، الاخ مالك. وفي في طبعا انتخابات معينه، الانتخابات كلها سلميه ليس فيها عداء احد لطبيعه المرحله، وهدفات هتكون منطقيه جدا في تنادي وتناشد كل واحد عنده ذره انسانيه، ذره عقل، ذره ايمان، ذره حكمه، يعني اي حد المفروض كان بوذي مسيحي يهودي مسلم موحد لازم يتعاطف مع قضيتنا، وعشان يتعاطف مع قضيتنا يجب ان احنا نوري له قد ايه احنا متفانين في الدفاع عن اخواتنا ومنظمين ومجتمعين وغير مختلفين. ان شاء الله تعالى اللي هيدير المايك هو الدكتور هشام كمال مدير موقع حكايه كاميليا، وهو اللي هيبين لحضراتكم النظام والبرنامج ان شاء الله. وجزاك الله خيرا مره اخرى، جزاك الله خيرا الناس اللي جايه من القديم من شرم الشيخ واسكندريه وغيرهم، وان شاء الله تعالى نتعاهد ان احنا ناخد وقفه يشهد لها العالم كله انها حضاريه ومثاليه ومثال يقتدى به. وجزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. برشاد الله تبارك وتعالى نبدأ الوقفة في هذا اليوم المبارك من أمام مجلس الدولة لنظر قضية الأخت كاميليا شحاتة. نسأل الله عز وجل أن يفك أسرها وأسرى جميع أخواتنا الأسيرات في سجون الأديرة. زي ما قال أخونا الدكتور حسام في لجنة ميدانية هي خدام الأخوة جميعا الواقفين في هذه الوقفة، بتساعد هذه اللجنة على تسيير النظام وعلى عدم وجود مندسين أو أناس
يعملوا ضد نظام هذه الوقفة. هنبدأ الوقفة بسم الله تبارك وتعالى ومع القرآن الكريم مع أخونا الشيخ أحمد الغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله.